يعاني جرحى الثورة السورية الذين يقصدون المستشفيات التعذيب والقتل، إذ تحولت هذه المشافي إلى سكنات عسكرية ومراكز اعتقال، ما جعل هؤلاء الجرحى يفضلون تلقي العلاج في المنازل أو مغادرة البلاد إلى لبنان عبر الطرقات السرية غير الشرعية والمحفوفة بخطر كبير. مفادتنا جنان موسى إلى الحدود اللبنانية السورية، التقت عددا من جرحى الثورة السورية في أحد مستشفيات شمال لبنان وعادت بهذا التقرير. أجسادهم تغطيها ثقوب الرصاص، ومع ذلك يفضل هؤلاء المتظاهرون السوريون الهرب إلى لبنان لتلقي العلاج بدلا من البقاء في بلدهم، ففي المستشفيات السورية مصيرهم الاعتقال. ما كل مشافي كلها صارت استولى عليها الجيش، ما عم بخلوا حد يفوت، الدكاترة عم بيقتلوها، كل شيء عم لأن الجيش كل شيء دكتور عم بيداوي الجريح عم بيقتلوه. غالبا لا يستطيعون التحرك بشكل جيد بسبب إصاباتهم، إلا أنهم يقطعون الحدود إلى لبنان، رحلة محفوفة بالأخطار لهؤلاء الرجال الذين هم بأمس الحاجة إلى العلاج. أملنا الطريق الجيش الحر عن طريق وادي خالد، والطريق شو والحدود ملغمة، في وحدة فجر في واحد إجره فجر بإجره اللغم راح إجره كله. أخذوني بميتور يعني موتوسيكل، من ميتور بعدين إجوا أخذوني بميكاب، بعدين بسيارة، بعدين قطعوني على حصان. ولكن حتى هنا في شمال لبنان يجب عليهم أن يتوخوا الحذر من السلطات اللبنانية، فالحكومة الحالية في بيروت موالية للنظام السوري، لذلك لا نستطيع أن نذكر اسم هذه العيادة حيث خصص طابق كامل منها لمعالجة المواطنين السوريين المصابين حصرا. هذا حسن أحد المصابين، لا يمكن لأحد أن يقنعه بإظهار وجهه للكاميرا، أسرته لا تزال في سوريا. أصيب في ساقيه، دخلت الرصاصة تحديدا في هذا الوشم. كاتب مجروحين، عم اجت على المجروحين يعني. في غرفة أخرى يحاول جندي منشق عن الجيش السوري التعافي من جروح 17 طلقة نارية أصابت جسده، يغطي وجهه بشال لكي لا يتعرف إليه أحد. وفي مشهد بباب السباع بحمص، محافظة حمص بباب السباع، طلبوا من الجيش الحر الأمن، طلب من الجيش الحر أن يسلم حاله، كان في اشتباك بيننا وبينهم، طلبوا مننا أن نسلم حالنا، ما سلمنا حالنا، طالعوا الأهالي حطوها بالأرض، طبعا الأهالي طيبين، طلعوا من فوق بالدبابات. لا يريدون سوى الشفاء عاجلا، عندما يمشون مجددا ستأخذهم أقدامهم في اتجاه واحد إلى سوريا. حتى المستشفيات لم تعد آمنة في سوريا، عند إصابته يضطر الجريح أن يقطع طريقا وعرا جدا للوصول إلى أحد البلدان المجاورة لسوريا علّه يجد مشفى يقدم له العلاج. جنان موسى، أخبار الآن من مدينة طرابلس شمال لبنان.